أهلا بيكي في ورشتي، متواصلين ومستمرين مع حلقات التدبير المنزلي. والنهاردة هنعمل زيت الزيتون المنكه اللي ممكن يمشي مع البيتزا، ممكن يمشي مع الباستا، ممكن يمشي كمان مع الحاجات المشوية زي الدجاج وزي السمك. كل اللي عليك انك تجيبي ازايز، ممكن تكون بتاعت الخل، ممكن تكون بتاعت الزيوت او الصوصات اللي احنا بنشتريها من السوبر ماركت، بس اهم حاجة انها تبقى مصنوعة من الازاز وتكوني نقعاها في مية سخنة مغلية مع شوية خل مدة حوالي 10 دقايق لحد ما تتعقم، وبعدين سيبيها تنشف. فهنجيبها نفتحها بالشكل ده، وعندنا نكهات مختلفة، عندنا توم شرايح، وعندنا فلفل حار طويل اللي هو الحامي، وعندنا كمان الروزماري او الزعتر او اي حاجة من الاعشاب انت بتحبيها. خليني نعمل دي مثلا للفلفل، هحط فيها قرون فلفل بالشكل ده. لو ما بتحبيش او ما توفرش عندك القرون، ممكن تجيب اللي هو رقائق الفلفل الحامي اللي بتتباع في السوبر ماركت اللي هي الشيلي فليكس. ممكن ازود كمان شوية، كل ما كان اكتر كل ما كان احسن. احطها على جنب، وبنفس الطريقة اعمل كده لشرايح التوم. التوم قطعته شرايح، وده بينكه الزيت زيتون وبيديله نكهة قوية. كل ما تأخر في زيت الزيتون كل ما كان نكهة الزيت زيتون أقوى وأقوى، ودي بتبقى جميلة جدا فوق البيتزا السخنة والباستا زي ما قلت وعدد كتير من المشاوي. بتهيألي كفاية كده، مش فاضل غير ان احنا نعمل اللي بالاعشاب. انا هنا اخترت الروزماري، انت زي المتوفر عندك، ممكن ممكن الزعتر، ممكن الزعتر البري، ممكن كمان النعناع الناشف، كلها حاجات ممكن توصلك لنفس النكهة، بس هو المعروف اكتر الروزماري والزعتر. واحدة طويلة نزق بيها كل ده وتبقى ختمة الخير. بس مش فاضل غير ان احنا نزود زيت الزيتون. هنجيب القمع عشان يسهل علينا ان احنا نزود الزيت، ونزود زيت من نوعية ممتازة. بالراحة لحد ما يتملي عليها على الاخر. ادي واحدة، وهنعمل كمان التانيين، بس خلونا نقفل دي اهي اللي بالروزماري. نيجي للمتوم ونفس الشكل ننزل بزيت الزيتون بالراحة. ماشي كده، مش فاضل غير أم فلفل. نقفل على دي، وبكده نكون عملنا 3 نكهات لزيت الزيتون. طبعا هيبقوا حلوين مع كل الحاجات اللي انا قلتها لك قبل كده، وكمان هيبقى حلو انك تحطيهم مع السفرة او في سفرتك جنب الملاحة وجنب بتاعة الفلفل. اتمنى ان الفكرة تكون عجبتك.